معاكم حارس نادي كاظمه محمد كنكوني، العب تحت 20 سنه، صار لي باللعبه تقريبا 10 سنين. طبعا في البدايه كنت اطالع الوالد وايد في التلفزيون، فحبيت لعبه كره القدم ودشيت اول نادي لعبت نادي العربي، لعبت تقريبا سنه وطلعت دشيت نادي كاظمه. حاب اوصل شكر حق كابتن حمد المحطب، هو اللي وصلني بهالمستوى، استفدت وايد امور زين، ومنها علمني وايد يعني وايد اشياء، صبر، شلون التحمل، امور داخل الملعب وبرا الملعب. الحمد لله دشيت اول شيء يد بنادي الكويت، دشيت مباراه ضد العربي، ما كنت بالمستوى اللي انا راضي فيه، فطلعت وجربت كره القدم والحمد لله. اشوف طبعا الوالد وحارس عالمي بوفون، طبعا انا اتابع بوفون وايد ومن معجبينه، فهذا اللي خلاني احب كره القدم زياده. شاركت بدوري تحت 17 سنه، شاركت معسكر تركيا كنت تحت 17 سنه، وصلنا المعسكر، كان المعسكر ممتاز والحمد لله. لعبنا ضد فريق تركي والحمد لله بدعنا المباراه واستمرينا يعني على الاداء الجميل. المعسكر يعني يعطيك ان اكل صحي، تنام عدل، تقدر تنسق وقتك، فغير يعني عن المعسكر الداخلي. اللي خلاني اتوجه لحارس المرمى الوالد، هو اللي خلاني ان ادش حارس مرمى، انا كنت ابي لاعب ما كنت بلعب حارس مرمى. سمعت كلام الوالد دشيت حارس مرمى. لعبت مهاجم مره وبس، جربت وما الله وفقني يعني. طبعا اكيد ادوار حارس المرمى دور كبير يعني داخل الملعب، وهو نص الفريق، يشجع ربعه، يكون مسؤول داخل الجول، بوايد امور يعني. الاهداف هذا شيء طبيعي يعني، كل مثل ما تشوف كل مباراه يعني تدش جول او جولين مثلا على حارس المرمى، في اخطاء حارس المرمى يتحملها، اما لا في اخطاء مثلا المدافع او اللاعب هو يتحمل الاخطاء. يعني صارت مباراه مثلا عندنا، كانت مباراه بالدوري ويا الكويت، لما انا مثلا انا قاعد العب اوجه مثلا المدافعين او اوجه المهاجمين وهم يقومون يعني بدورهم بالملعب. 7 ايام بالاسبوع تدريبات، مثل يعني لما ندش تمرين تسخن اول شيء، يعطيك تركيز، باصات شوي بريلك، طيران. في اصابه كنت تحت 15 سنه مباراه وديه ضد العربي، نازل حق المهاجم طقني صوب كتفي، فحاشتني رض قويه يعني، ظليت فتره طويله. ولما رديت اكيد يعني كنت سعيد ان انا راد الملعب. هو شيء اكيد شيء طبيعي، انا كنت خايف ان لا انزل مثلا عليها، بعدين لا ما ان لا تفكر بالاصابه عشان امورك تمشي. الاصابه الثانيه حاشتني بالانكل يسار، كنت بتمرين وصديت كره، وانا اول ما وقفت رجعت لورا يعني بسكر قولي لف انكل. مثلا يعني تركض بالبيت، تقدر السباحه هم يعني مفيده حق حارس المرمى، حديد بس مو انه حديد كبنيه جسمانيه، حديد قوي عضلتك، فهذا الاشياء هذه يحتاجها حارس المرمى كبنيه جسمانيه. هذا شيء اكيد يعني امر كورونا وقضاء الله وقدر، نص اللاعبين لياقه نزلت، تلقى نص اللاعبين حتى انتنوا، والحمد لله ردينا الحين وامورنا طيبه. اقنع المدرب بالتمرين وعندك المباريات، يعني المباريات مثلا تدش انت تكون مركز ذهنيا حق المباراه، تدش تبدع مثلا في المباراه، المدرب انه راح يستانس انه انت بدعت او هذا، فالحمد لله يعني. لا اقدر انسق يعني الدوام اللي انا دوامه من 7 للـ1، فتمريننا يكون مثلا الساعه 5 او الساعه 6:30 اقدر. اذا عندي امتحان ما ابلغ المدرب ان انا مثلا ما اقدر ان اي تمرين، انه يكون عندي اختبار، او احيانا ما يكون عندي اختبار اقدر اي تمرين. السعوديه الهلال برا اي سي ميلان، شيء طبيعي اوصل مرحله اهم انتقد اللاعبين، وقفه الحارس المرمى بالجول، يعني عندك حراس مثلا حارس بوفون، انا اتابع حارس بوفون رده فعله سريعه وقفته بالجول صح، فاتابع الحارس هذا لان انا اول ما اتابع استفيد منه. اول الاداريين كابتن خالد شمري حاب اشكره، ما قصر ويانا. طبعا ابو اللاعبين ابو سلطان كابتن سامي، هو ابونا يعني يديرنا بالنادي برا النادي، ما قصر ويانا بولا شيء. اللي دائما يحضر وياي يحفزني الوالد، يحضر لي مباريات، ومثلا بالمباراه هذه مثلا
ما كنت انا كنت بالمستوى المطلوب يعني. يقدر ان لما يكلمني يقول لي ان هذا فيك شيء غلط لازم تعدله، وقفتك بالجول، رده فعلك لازم تكون سريعه. اللي ينقص اللاعب الكويتي دعم ولازم يسوون معسكرات. اقدم نصيحه حق الشباب انه مثلا يشوف الرياضه المناسبه له، لان الرياضه شيء مهم وشيء جميل يعني. اسمي حمود مبارك المطرقة، لعبتي كرة القدم، عمري 13 سنة. صار لي باللعبة 3 سنين، اللي خلاني أدش اللعبة لعبة جماعية وحلوة، ومن أنا صغير وأنا أحب الكورة. اللي خلاني استمر على هذه اللعبة تحفيز الوالد، شاركت ببطولات دوري. الفرق بين المعسكرات والنادي تمرين مكثف، نظام غذائي محدد، مركزي ارتكاز وقلب دفاع. وظيفة مركزي إني ألعب باصات وما أخلي يعني تهديف على جون. تمرينات أسخن أول شيء، بعدها تمرينات لياقة، تمرينات تكتيك، تدريبات 5 حصص بالأسبوع والراحة والمباراة عشان اللاعب يتفادى الإصابة، أكل صحي ويلتزم بالتمرين. في تدريبات خاصة بينيات والكرة البعيدة، ألعب باص بعيد. الوضع بكورونا اللياقة طاحت، والحين قاعد أنمي اللياقة. ألتزم بالتمرين وألتزم بكلام المدرب، أوافق بين الدراسة والنادي. أول ما أرجع من المدرسة أحل واجباتي، بعدها أكل لي لقمة، بعدين أروح النادي، لما أرجع أكمل. قدوتي برون، أكثر لاعبين متفاهم معاهم مشعان الشلاحي ونصر السلي. طموحي أني أصل المنتخب ومثل الكويت. يعني المدربين يعطونا تمرينات والمشرف يعني حفزنا. فريقي المفضل اليونايتد، اللي يشجعني الوالد. اللي ناقصني معسكرات وتحفيز. الوضع بالمضان أكل صحي ونلتزم بالتمرين. نصيحتي إن اللعبة اللي يحبونها يمارسونها يعني عموما بس.